قطعت قوات الاحتلال اليوم مسيرة متوجهة من طوباس إلى الأغوار الشمالية، وذلك على حاجز ذي أسير العسكري شرق طوباس. للمزيد حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان السيد مؤيد شعبان. سيد مؤيد، أهلا ومرحبا بك معنا عبر وطن. مساء الخير. مساء النور، أهلا بك. يعني انطلقت اليوم مسيرة بدعوة من محافظة طوباس وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وتم الاعتداء عليكم من قبل قوات الاحتلال. لو تطلعنا على تفاصيل الاعتداء والقمع. يعني في ظل الاعتداءات الإسرائيلية التي تقوم بها هذه الحكومة الاستيطانية على كل الوطن الفلسطيني، تتعرض للأغوار منذ أشهر طويلة لضم صامت لعملية تهجير قصري ممنهج يقوم به هذا الاحتلال، ومجلس مستوطنات هناك في غور الأردن يعامل المواطنين الفلسطينيين على أنهم مواطنين يتبعون إلى سلطة مجلس المستوطنات، وبالتالي عمليات الهدم، عملية الاختارات بالهدم، عملية تخريب المحصولات، عملية المصادرات للمركبات، للمعدات الزراعية. لأكثر من ذلك هم يمارسون كل أنواع القهر لأبنائنا وأبناء شعبنا هناك في الأغوار، في كردلة، في بردلة، في الفارسية، في الحديدية، وفي كل التجمعات. أكثر من 30 أو 30 يعيشون تجمعا فلسطينيا هناك. بالأسبوع الماضي قاموا أيضا بعمليات، ولا زالوا يقومون عمليات تجريف واسعة قرب الفارسية من أجل إقامة مدرسة دينية، مدرسة المودية على حسب اعتقادهم. فبالتالي هذه حكومة لا ترى أحد في هذا العالم، ولا ترى أحد إلا لا تريد أن ترى أي فلسطيني سواء كان بشرا أو حجرا على هذه الأرض. بالتالي قامت اليوم هذه الفعالية من أجل الوصول إلى منطقة الفارسية، لكن بفعل الحواجز العسكرية الممتدة والمحيطة بمنطقة الأغوار الشمالية وتحديدا الفارسية ليمنعونا من الوصول. تم الاشتباك على حاجز تياسير الذي تواجد عليه كميات هائلة من جيشات الاحتلال، الذي استخدم كل أنواع القمع ضدنا وضد أبناء شعبنا وضد نسائنا وضد أطفالنا المتواجدين هناك في المكان. لكن الحمد لله تمت السيطرة على الحاجز وتراجع هؤلاء الجنود، رفع العلم الفلسطيني خفاقا فوق الأبراج العسكرية وفوق السكنات التي كانوا يختبئوا فيها هؤلاء الجنود. لكن أنا أقول أن هذا الشعب الفلسطيني رغم كل هذه الإجراءات هو شعب حي، هو شعب لا يمكن في لحظة من اللحظات أن يتنازل عن حقه وأن يتنازل عن أرضه. لكن المطلوب منا جميعا بالمستوى الشعبي الفصائلي الرسمي فعلا أن ننظر نظرة حقيقية إلى ما يجري في الأغوار. هناك دم صامت يجري في الأغوار، هناك تطبيق لصفقة القرن في الأغوار، هناك تهويد لمنطقة الأغوار وإخلاء المواطنين الفلسطينيين منها. بالتالي المطلوب منا جميعا فعلا تكثيف الفعاليات الشعبية حتى لا نترك أهلنا وأبناء شعبنا في الأغوار لوحدهم، لأن هذه القرى لا يوجد فيها كم بشري هائل. يعني أكبر قرية أو أكبر خربة موجود هناك 100 إلى 150 نسمة مع النساء والأطفال والشيوخ. فبالتالي المطلوب فعلا التواجد الحقيقي مع أهلنا لردع هؤلاء المستعمرين، لردع هؤلاء المستعمرين الذي يحميهم هذا الجيش، جيش الاحتلال الذي ينفذ تعليمات هؤلاء المستعمرين. مجلس المستوطنات أصبح يصدر إطارات بالهدم وعمليات تنفيذ للهدم يقوم بها الجيش، الجيش هو الذي يقوم بالهدم بناء على تعليمات مجلس المستوطنات. وبالتالي يتم التعامل مع أبنائنا في الأغوار على أنهم مواطنون سلطتهم تتبع مجلس المستوطنات. حتى لو كانوا فلسطينيين، وهذا شيء خطير يمارسه هذا الاحتلال منذ أكثر من 3 إلى 4 شهور. يعني سيد مؤيد، اليوم خلال تنظيم هذه المسيرة حضرتك زي ما رأينا اليوم في الأخبار أنه تعرضت بشكل شخصي للاعتداء بقنابل الغاز المسيل للدموع. لست لوحدي، هم أطلقوا قنابل غاز المسيل للدموع، لكن بفضل الله تعالى لم أصب لوحدي، أصيب العشرات من أبناء شعبنا، أصيب النساء أصلا برش غاز الفلفل في أعيننا وفي على وجوهنا، هذا الفلفل الحارق، هذا الغاز الحارق، هذا غاز فعلا قوي جدا ويحرق الجسد ويحرق الجلد التابع لهذا الجسد. فبالتالي لم أصب لوحدي الحمد لله، كل أبناء شعبنا
أبعدنا وعشرات أصيبوا. أنا الحمد لله إصابتي كانت خفيفة، لكن هناك أيضا أصيب موظف من كوادر هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، لأنه كان أصلا هو لديه مرض في القلب، وبالتالي أصبح وضعه خطير لولا أن الله ستره، وتم معالجته سريعا في المستشفى التركي ونقله إلى رام الله خلال ساعة من الزمن. نعم. فبالتالي الحمد لله على سلامة الجميع. نعم. شعبنا رغم كل ما يجري، كل ما يقمع هذا الاحتلال من قتل وهدم وتخريب للمحصولات وقطع للأشجار، هذا الشعب عظيم. لكن أتمنى وعبر إذاعتكم أو تلفزيون وطن أن يسمعني كل الشعب الفلسطيني، يجب أن تكون هناك استراتيجية وطنية شاملة لمجابهة هذا العدوان. هذه حرب مفتوحة، لم تعد هناك خطوط حمر أمام هذه الحكومة الاستيطانية. نعم. لم يعد أي رادع لهم في ظل الصمت العالمي، فبالتالي لن يحك جلدنا إلا ظفرنا. فبالتالي المطلوب من كل مكونات الشعب الفلسطيني وتحديدا فصائل العمل الوطني في فلسطين فعلا أن تضع خطة وطنية شاملة وأن تزيد رقعة المقاومة الشعبية. نعم. لا يمكن أن تبقى المقاومة الشعبية مقتصرة على 100 هنا أو 100 هناك. نعم. المطلوب أن كل الفلسطيني يجب أن ينخرط في هذه المقاومة. نعم، يعني إذن الحمد لله على سلامتك بداية سيد مؤيد، وعلى كل سلامة كل من تم استهدافه. إذن هي سياسة باستهداف الكل الفلسطيني، اليوم هناك سياسة تصعيد في الأغوار كما ذكرت حضرتك. إذن كيف بالإمكان تطوير ودعم المقاومة الشعبية في هذه المنطقة تحديدا الآن؟ يعني منطقة متسعة جدا جدا جغرافيا، وهي سلة غذائية لفلسطين حقيقة. نعم. هي أرض حتى سياحيا من أجمل المناطق، منطقة الأغوار الشمالية، لكن يسكنها كما قلت لك 23 تجمع، والتجمعات معظمها تجمعات صغيرة، فبالتالي لا يمكن أن تقوم هذه التجمعات لوحدها بمقاومة شعبية حقيقية لهؤلاء المستعمرين الذين يحميهم هذا الجيش المدجج بالسلاح. فبالتالي المطلوب من الجامعات، أولا الجامعات يجب أن تكون ساعات الخدمة المدنية للجامعات أن تكون في منطقة الأغوار في شمال، جامعات شمال الضفة أن تكون في منطقة الأغوار، وجامعات جنوب الضفة ووسطها يجب أن تكون هناك في مسافر يطا أيضا هذه التجمعات والخرب المهددة بالتهجير القسري هناك في مسافر يطا. المطلوب من الكل الفلسطيني كما قلت لك بكل التفاصيل وبكل مكونات الرسمية والشعبية والوطنية والفصائلية أن تجلس لتضع خطة وطنية شاملة لمجابهة هذا العدوان وهذه الحرب المفتوحة. نعم. طيب في الإطار ذاته، اليوم وسائل إعلام عبرية ذكرت أن كبار المستوطنين يفكرون بإقامة 10 بؤر استيطانية في مختلف أنحاء الضفة بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة، واحتجاجا منهم على تأخير تنفيذ اتفاق بؤرة أفيتار الموقع بين مؤسسي المستوطنة والحكومة قبل سنة. يعني هناك تصعيد خطير، كأن هناك تحدي للمجتمع الدولي بالتصعيد في الاستيطان. المطلوب الآن لوقف هذا الاستيطان والتصدي له. يعني هم اصلا لا يعترفون بكل ما يصدر عن المجتمع الدولي، هذا المجتمع الدولي الصامت، هذا المجتمع الدولي المنحاز، هذا المجتمع الذي وقف وقفة رجل واحد فيما يحدث بالحرب الأوكرانية الروسية. ونحن كشعب فلسطيني منذ 74 عاما، العشرات من القرارات من مجلس الأمن والأمم المتحدة وهيئات حقوق الإنسان في هذا العالم لم يحرك ساكنا. نعم صحيح ان غلاة المستوطنين قد اعلنوا عن إقامة 10 أفيتار، هذا شعارهم، لإقامة 10 بؤر استيطانية كأفيتار بعد قرار الحكومة من نتيجة الضغط الشعبي والمقاومة الشعبية لأهلنا وأبناء شعبنا هناك في بيته، تم إخلاءها لكن الكربانات لا زالت موجودة على جبل صبيح في بيته. فبالتالي المطلوب أيضا هؤلاء المغلاة من المستوطنين وهذه الحكومة إذا لم تجد ما يردعها على الأرض من مقاومة شعبية سلمية حقيقية على الأرض لن يغادروا هذه الأرض. نعم. سيجعلوننا في يوم من الأيام في معازل، وهذا ما يحدث وهذا ما يطبق الآن. نحن في مدننا في مخيماتنا في كورونا منعزلين، يريدنا أن يوصلوا ويجعلوا خطا واصلا بين كل هذه المستوطنات. هذه البؤر الرعوية المنتشرة بين المستوطنات هي فقط من أجل أن تكون في المستقبل هي حلقة الوصل بين المستوطنة تلك والمستوطنة تلك. نعم. فبالتالي نحن في وضع خطير، وضع في جد خطير. بعد سنوات سنفقد أنفسنا، لا يمكن أن نخرج من المدن أو كرة
قرانا او مخيماتنا الا باذن من هؤلاء المستوطنين. اذا ما بقي هذا الصمت وهذا التراجع لدى الشعب الفلسطيني، المطلوب ان فعلا ان كل الشعب الفلسطيني ان يشمر عن ساعديه ويقف وقفه رجل واحد ضد ما يجري الذي يجري على الارض. هناك تهويد حقيقي للضفه الغربيه، هناك سيطره على 67% من اراضي ما تدعم اراضي سيف في الضفه الغربيه، هناك سيطره لاكثر من 14% على كل الضفه الغربيه حتى بقراها واطراف مدنها. فبالتالي هناك اكثر من 1067 انتهاك قامت به هذه الحكومه وهؤلاء المستعمرين خلال شهر ايار، شهر 5، شهر 1 فقط. هناك اكثر من 9 شهداء في شهر 5، هناك اكثر من 557 شجره زيتون اقتلعت وقطعت في رام الله وفي نابلس وفي في سلفيت وفي الخليل. هناك عشرات الجرحى، هناك اكثر من 500 معتقل. ماذا ننتظر؟ المطلوب من كل الفلسطيني كما قلت لك وكما ذكرت خطة وطنية شاملة لمجابهة هذه الحرب المفتوحة. لا يمكن أن يجابها أحد هنا وأحد هناك، لا يمكن أن نترك مواطنينا يتعرضون لهذه الانتهاكات هنا وهناك. المطلوب من كل الفلسطيني، من كل أحرار الشعب الفلسطيني، من كادر المقاومة الشعبية، من المستوى الرسمي، من المستوى الأهلي والشعبي، يجب جميعا أن يجلسوا على طاولة وبشكل سريع على طاولة واحدة ويضعوا هذه الخطة حتى نجابه هذه الحرب المفتوحة ضد أبناء شعبنا. سيد مؤيد شعبان رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بدي أشكرك على كل هذه التفاصيل، ومرة أخرى الحمد لله على سلامتك وسلامة كل من شارك في اليوم في المسيرة الشعبية المناهضة للاستيطان في منطقة الأغوار والتي استهدفها جنود الاحتلال بقنابل الغاز.